السلام عليكم ورحمة الله. إذا أعزائي التلاميذ، نبدأ الموسم الدراسي الجديد إن شاء الله بأنشطة التقويم التشخيصي والدعم، صفحة 5 كتاب الجيد المستوى السادس. إذا دائما هذا الفيديو خاص بالتصحيح فقط، دائما اعتمدوا على أنفسكم ثم صححوا من خلال الفيديو. إذا دائما أنا أنجز التمرين مع الشرح، يعني يمكنك فهم الشرح أولا ثم الإنجاز والتصحيح. جيد، نبدأ مع التمرين رقم 1. إذا أكتب بالأرقام الأعداد الصحيحة التالية. إذا عندما أريد كتابة الأعداد بالأرقام، إذا أستعمل جدول العد. إذا إما أستعمله ذهنيا وإما أرسمه، يعني الأغلبية في التلاميذ يستعملون الجدول بشكل ذهني وهذا ممتاز. للذين لم يفهموا أو لم يتذكروا جدول العد، إذا هذا هو جدول العد. لدينا الوحدات البسيطة، ثم فصل الآلاف، فصل الملايين، وفصل الملايير، وكل فصل يتكون من ثلاثة أرقام. إذا الفصل لن يتجاوز ثلاثة أرقام، اللي هي الوحدات، العشرات، المئات، الوحدات، العشرات، المئات، إلى غير ذلك. يعني كل فصل فيه ثلاثة ديال الأرقام فقط. إذا لاحظوا جيدا هنا ماذا يقول السؤال. 1501. إذا نأتي إلى الآلاف، لأن لدينا ألف، لدينا ألف. إذا نأتي إلى الآلاف ونكتب ألف. إذا هنا نكتب ألف، 1500. نأتي إلى المئات ونكتب 501، واحد يعني وحدة، ثم الفراغ نمله بالصفر. إذا العدد الأول هو 1501. العدد الثاني 5 ملايين. إذا نأتي إلى الملايين ونكتب 5. إذا هذا هو الملايين. إذا 5 في الوحدات بطبيعة الحال. لماذا؟ لأنها 5 وليس 50، حتى نكتبها مثلا في العشرات. إذا 5 ملايين، ها هي 5 في الملايين، و124. إذا لاحظوا هنا لم نسمع ألفا، بمعنى الفصل الآلاف غير موجود، وبالتالي فهو عبارة عن أصفار. 124، 100 ها هي المئات، 100 101 و24. إذا هذا هو العدد، لاحظوا 5 ملايين و124، الآلاف غير موجودة. جيد، نمر الآن إذا كيف نكتب هذين العددين. إذا 1501 نكتبها هكذا، ثم 5 ملايين، آلاف غير موجودة، و124، 5 ملايين و124. ثم الآن العدد الموالي 3 ملايير و20 ألفا. إذا نأتي إلى الملايير ونكتب 3. إذا نأتي إلى الملايير بطبيعة الحال في الوحدات ونكتب 3، ثم 20 ألفا. إذا لاحظوا هنا فصل الملايين غير موجودا، مباشرة مررنا إلى الآلاف. إذا الملايين غير موجود، وبالتالي الملايين نضع فيه أصفار. 20 ألفا. إذا نأتي إلى الآلاف، كيف نكتب 20؟ إذا لاحظوا إذا قمت بكتابة 2 هنا، يعني الصفر والصفر، ستقرأ 200 ألف، 200 ألف، ونحن نريد 20 ألف فقط. إذا 20 بمعنى العشرات، 20 ألف، وهنا الصفر. إذا 3 ملايير، 3 ملايير، هاي 3 في الملايير، و20 ألفا. إذا ثم لاحظوا أن الوحدات البسيطة غير موجودة، وبالتالي الفراغ نملأه بالأصفار. إذا 3 ملايير هكذا، 3 ملايير، الملايين غير موجودة عبارة عن أصفار، ثم 20 ألفا، يعني 0 20 هكذا، والوحدة البسيطة غير موجودة. إذا 3 ملايير و20 ألفا. جيد، نمر الآن إلى التمرين رقم 2. أكتب بالحروف الأعداد الصحيحة التالية بنفس الطريقة. إذا أردت كتابة العدد بالحروف، إذا إما بشكل ذهني 257، أو نضعه في الجدول. إذا بالنسبة للأعداد الصغيرة يمكنني استعمال الجدول ذهنيا، إذا دائما أستعمل هذا الجدول. إذا دائما هنا لاحظوا 7 هو رقم الوحدات، إذا نضع 7 في الوحدات، ثم 5 في العشرات، و2 في المئات، إذا 257. إذا كيف نكتبها بالحروف؟ نكتب هكذا. إذا بالنسبة للتمرين 2، إذا 200 نكتب هكذا،
وسبعة وخمسون. بالنسبة للعدد الموالي، إذا دائما نكتبه بشكل ذهني أو نضعه على الجدول. إذا الصفر دائما في الوحدات، هنا صفر، هنا ثم صفر آخر، ثم ثلاثة، ثم أربعة، وهكذا أقرأه بكل سهولة. لاحظوا 4300 هنا أصفار، إذا 4300. بالنسبة للعدد الموالي، إذا بنفس الطريقة نضع خمسة في الوحدات، هنا خمسة، هنا ثم واحد، صفر، صفر، وواحد. إذا ماذا أقرأ؟ 10000. إذا هذا الفصل فيه 10، إذا 10015، 10015. إذا 10015، 10015. ثم العدد الموالي بنفس الطريقة، إذا نضعه في الجدول. إذا 2، ثم 0، 0، 703، 703، ثم 506، 506. إذا هذا هو العدد. إذا الآن كيف نقرأ؟ إذا لاحظوا من الملايين كتب فيه 605، إذا 605 ملايين و307 آلاف، كل فصل نقرأه بوحده، و 2، إذا 605 ملايين، 605 ملايين، و307 آلاف، و 307 آلاف، و 2. ثم العدد الموالي بنفس الطريقة، إذا الصفر هنا 061 هكذا، ثم 810، 810 هكذا، ثم 161، 161، ثم 1. إذا لاحظوا هنا الملايير كتب فيه 1 بمعنى مليار. إذا مليار و 161 مليون و 18160. إذا مليار و 161 ألفاً و 18، عفوا مليونا، و 161 مليونا و 18، و 18 ألفاً و 160. جيد. ثم العدد الموالي بنفس الطريقة. إذا هنايا إما نضع بنفس الطريقة في الجدول أو ذهنيا. لاحظوا الفصل الأول 800 في الوحدات البسيطة، 13 في الآلاف، 257 في الملايين، وأربعة في الملايير. إذا ماذا نقول؟ نقول 4 ملايير و 257 مليونا و 257 مليونا
13,800 13,800 جيد. نمر الآن عفوا هنا. نعم، إذا بقي عدد آخير. إذا بنفس الطريقة، إذا هذا في الوحدات البسيطة، هذا في الآلاف، وهذا في الملايين. إذا 524 مليونا، 524 مليونا و 938 ألفا و 938 ألفا 800 و 938 ألفا و 631 و 600 و 1 و 30 و 600 و 1 و 30. جيد. نمر الآن إلى التمرين رقم 3. أستخدم الأرقام 4503 لكتابة عدد من 4 أرقام يقبل القسمة على 2 3 4 5 10. إذا هنا لكي يقبل القسمة على 10 و5 لابد أن يكون رقم الوحدات 0 باش يقبل القسمة على 10 و5. إذا هنا ضروري رقم الوحدات يكون فيه 0 باش يكون قابل للقسمة على 5 و10. ثم الآن و2 في نفس الوقت، لأننا نعلم أن مضاعفة 2 هي التي رقم وحداتها 0 2 4 6 8. يعني في الوحدات خاص يكون 0 2 4 6 8 باش يكون ديال 2. لكي يكون مضاعفة 5 رقم الوحدات إما 0 إما 5، ها هو 0. مضاعفة 10 تنتهي بالصفر، ها هو الصفر. إذا هنايا عندنا 2 و5 و10 إلا وضعنا الصفر في الوحدات. بقى لي 4 و3 باش يكون من مضاعفات 4. لكي يكون من مضاعفات 4 لابد أن يكون رقم الوحدات والعشرات من مضاعفات 4. إذا هنا ضروري ما نوضع 4 في العشرات. علاش؟ باش تكون هنا 40 في الوحدات والعشرات من مضاعفات 4. ثم من مضاعفات 3 يجب أن يكون مجموع الأرقام من مضاعفات 3. إذا هنا بقى لي 5 و3، إذا أضع 5 هنا مثلا و3، لأن مجموع الأرقام هو 3 زائد 5 8 زائد 4 12، فهو من مضاعفات 3. إذا عندنا الحل الأول هو هذا، أو يمكن لي أن نبدأ بالخمسة، ولكن 40 هنايا ضرورية. جيد. نمر الآن إلى التمرين رقم 4. إذا أكتب العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون في كل شكل مما يلي. إذا هنا الأمر سهل جدا. إذا هنا لكي نمثل الجزء الملون بعدد كسري، إذا نحسب الجزء الملون 1 2 3 4 5 6 7. إذا هنا 7، ثم الكل هو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، أو 3 ضرب 4 هي 12. إذا الكل هو 12 والجزء الملون هو 7. إذا 7 على 12. إذا التمرين رقم 4. إذا 7 على 12. هنا 1 1 2 3 4. إذا الكل هو 4، لوننا 1. إذا لوننا 1 من 4. ثم هنا 1 2 3 4 5، 1 2 3 4. إذا 5 ضرب 4 20، الكل هو 20. 20 لوننا منها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا لوننا 9 من 20. جيد. ثم التمرين رقم 5. أكتب على صورة عدد عشري ما يلي. إذا لكي نكتب على شكل صورة عدد عشري، إذا هنا لاحظوا لدينا 5 زائد 3 أعشار. 3 على 10 هي 3 أعشار. إذا بالنسبة للتمرين 5،
إذا لكي نكتب على شكل عدد عشري، إذا لدينا خمس وحدات زائد إذا ثلاثة أعشار، لاحظوا ثلاثة أعشار هي ثلاثة أعشار، نكتبها في الأعشار. إذا استعملنا هنا الجدول الخاص بالأعداد العشرية، لدينا الجزء العشري والجزء الصحيح. الجزء العشري في أعشار، أجزاء من المئة، أجزاء من الألف. الجزء الصحيح في وحدة عشرات مئات، ومن طبيعة الحال الآلاف، الملايين، الملايير إلى غير ذلك. إذا ثلاثة على عشرة هي ثلاثة أعشار، إذا ثلاثة أعشار نكتبها في الأعشار، الفاصلة من طبيعة الحال، والصفر، إذا صفر فاصلة ثلاثة. إذا خمسة إلا ضفنا عليها صفر فاصلة ثلاثة هي خمسة فاصلة ثلاثة. ثم هنا 816 ماذا؟ على ألف، بمعنى 816 جزءا من الألف. إذا نأتي إلى الجدول ونأتي إلى جزء من الألف ونكتب 6 1 8. هنا نقرأها 816 جزءا من الألف أو على ألف. إذا ما تبقى نملأه بالأصفار، هنا لا داعي لإضافة الأصفار لأنها زائدة فقط. إذا هو 0.816. إذا بالنسبة للعدد الأول 5 زائد 3 على 10 هو 5.3. بالنسبة ل 816 على 1000 قلنا هو 0.816. ثم 35 على 10 بمعنى 35 عشرا. إذا نأتي إلى الأعشار ونكتب 35 عشرا، وبالتالي هو 3.5. إذا بالنسبة ل 35 على 10 هو 3.5. نمر الآن إلى التمرين رقم 6. أكتب عددين كسريين، أكتب عددين كسريين مساويين للعدد الكسري 2 على 3. إذا لدينا 2 على 3 إذا أردنا عدد كسري مساوي له يكفي أن نختزله أو نضربه في نفس العدد. إذا هنختار لكم الاختيار، نختار مثلا 2 2، إذا تصبح 4 على 6. المهم نضرب في نفس العدد. عدد آخر مثلا، إذا قدر هذا مثلا نضربه في 2 2، أو هذا نضربه في 3 3، لكم الاختيار. المهم البسط والمقام في نفس العدد فتحصلون على أعداد متساوية. إذا يمكن أن نضرب هذا مثلا في 2 وهذا في 2، إذا تصبح 8 على 12. هناك عدة أجوبة. 7، أرتب تناقصي الأعداد الكسرية التالية: 1 على 3، 1 على 5، 1 على 4. إذا هنا لدينا القاعدة، ماذا تقول؟ إذا كان لدينا أعداد كسرية لها نفس البسط فأصغرها مقاما هو الأصغر، هذه قاعدة. إذا بالنسبة للتمرين 7، إذا الأعداد التي لها نفس البسط، إذا هذه قاعدة قريتها في 5، لها نفس البسط، الأعداد التي لها نفس البسط أكبرها هو الأصغر مقاما، وبالتالي إذا لدينا 1 على 3، 1 على 5، 1 على 4، إذا الأصغر مقاما هو الأكبر، إذا هذا هو الأصغر مقاما، إذا هو الأكبر، إذا 1 على 3 هو الأكبر، ثم 1 على 4، ثم 1 على 5 هو الأصغر. من طبيعة الحال هنا مثلا تفاحة إذا قسمنا على 3 أشخاص غيجي نصيب كبير، تفاحة إذا قسمنا على 4 الأشخاص غيجي نصيب صغر من هذا، وتفاحة لقسمنا على 5 ديال الأشخاص غيجي مناصيب صغار من هذا. بالنسبة للتمرين رقم 8، أكتب على شكل كسر كل من الأعداد التالية. إذا بالنسبة للأعداد الكسرية أيضا نستعمل جدول العد. إذا بالنسبة لي 5.1، إذا هذا 5. إذا عندنا 5.1، عندنا 23.14، ولدينا 3 زائد 1 على 5. إذا هذه هي الأعداد. إذا بالنسبة ل 5.1 إذا أردنا كتابته على شكل كسر
إذا نضع في الجدول 5.1، إذا نضعه هنا 5.1، إذا ماذا نقرأه؟ نقرأه 51 ماذا؟ 51 عشرا، وبالتالي نكتبها على شكل 51 عشرا. نفس الشيء ل 23.14، إذا 23.14، إذا نقرأها 2314 ماذا؟ جزءا من 100، بمعنى على 100. إذا 2314 على 100. بالنسبة لي هنا 3 + 1 = 5، إذا يمكنني مثلا أن أحول هذا إلى عدد عشري، نقسم 1 على 5، نضيفه لثلاثة ونحوله لعدد كسري، أو نقوم بعملية الجمع مباشرة. إذا هنايا تعلمنا هذا في المستوى الخامس، 3 ضرب 5 = 15، 1 ضرب 1 = 1، و1 ضرب 5 = 5، 3 ضرب 5، 1 ضرب 1، والمقام ضرب المقام، إذا هي 16 على 5، وأنا حصلت على عدد كسري. هناك عدة طرق. ثم الآن نمر إلى التمرين رقم 9. إذا أكتب العدد العشري المقابل لكل سهم أحمر على المستقيم المدرج. أكتب العدد العشري، إذا لاحظوا هنا 0 وهنا 1، بمعنى قسمنا هنا على كم؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 مربعات أو 10 مسافات أو 10 قطع. إذا هنا 0، هنا العشر، لأن قسمنا على 10، إذا هنا العشر بمعنى 0.1، هنا عشرين 0.2، 0.3، 0.4، 0.5، 0.6، 0.7، 0.8، 0.9، 1.1. رقم 10، أحدد عددا عشريا محصورا بين 4 و5، وعددا آخر محصور بين 6.3 و6.4، وله رقمان بعد الفاصلة. إذا نبدأ بين 4 و5، إذا هذا التمرين 10، إذا قلنا بين 4 و5 وله رقمان بعد الفاصلة، إذا 4 و5، إذا بينهما هو 4 فاصلة مثلا 11، لأن نريد رقمان وراء الفاصلة، إذا فاصلة 11، فاصلة 12، فاصلة 13، 14، 99، إذا نختار مثلا 4.89. بين 6.3 و6.4، 6.3 و6.4، إذا نفس الشيء، بما أنني أريد رقمان وراء الفاصلة، إذا أضيف الصفر وأضيف الصفر، إذا 6.31، 32، 39، إذا 6.34. رقم 11، أقارن باستخدام الرمزين مثلا أكبر، عفوا أصغر أو أكبر أو تساوي ما يلي. إذا لمقارنة الأعداد العشرية نقارن الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح أولا، إذا 6 6 متساويان. في هذه الحالة نمر إلى الجزء العشري نقارن رقم برقم، إذا 3 3 متساويان، 9 0، إذا هذا هو 9 أكبر. هنا لدي عددين صحيحين طبيعيين، أول شيء نحسب 1 2 3 4، 1 2 3 4 متساويان. الآن نقارن رقم برقم، 6 6 7 0، إذا هذا هو الأكبر. ثم هنا الجزء الصحيح 27 27 متساويان. نمر إلى الجزء العشري، إذا هنا يمكن لي نضيف فاصلة 0، إذا 0 0 متساويان، 0 0 متساويان، 0 1، إذا هذا هو الأكبر. 0 0 الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح متساويان. نمر إلى الجزء العشري، 5 5 متساويان، 1 0، هذا هو الأكبر. أو يمكنني إضافة الصفر، إذا 510 أكبر من 500. 18 18 متساويان. نمر إلى الجزء العشري، 6 6 متساويان، 3 3 متساويان، 0 0 متساويان، إذا هنا متساويان. الآن نرى التمرين رقم 12، ورتب تزايد الأعداد التالية. إذا لترتيب الأعداد العشرية بشكل تزايدي، إذا لابد من أحسن طريقة هي وضعها بشكل عمودي.
إذا التمرين رقم 12. إذا أحسن طريقة هي نوضعه بشكل عمودي. إذا لدي 5.24 ثم 5.5، لاحظوا الأعشار تحت الأعشار، 7.748 ثم 5.09 ثم 5.0. الآن يمكنني إضافة الأصفار، إذا هنا 0 وهنا 3 3، نضيف الأصفار حتى يصبح 3 أرقام في الجزء العشاري، هنا أيضا وهنا أيضا. إذا تزايد بمعنى من الأصغر إلى الأكبر. إذا الأصغر هنا هو، لاحظوا، 5 5 7 5 5، إذا الأصغر هما 5. الآن 5 5 5 متساوية، نمر إلى الأعشار، إذا 2 5 0 0، إذا 0 0 هما الأصغر، نمر إلى جزء من المئة، 9 0، إذا هذا هو الأصغر، إذا 5.0 هو الأصغر. ثم الآن 5 5 5، 2 5 0 0 هو الأصغر، إذا 5.09. ثم الآن 5 5 متساويان، 2 5 2 هو الأصغر، إذا 5.24. ثم بقي 5.5، وأخيرا 7.748. ثم الآن نمر إلى التمرين رقم 13، ورتب تزايد الأعداد التالية. إذا لدي 3 5 على 2 3.4 1، إلى آخره. إذا لكي نرتب هذه الأعداد لابد من تحويلها أولا إلى تحويل الأعداد الكسرية إلى أعداد عشرية. إذا 5 على 2، نقسم 5 على 2، إذا تعطينا إلى قمنا بعملية القسمة، 5 مقسوم على 2 تعطينا 2.5. ثم هنا 143 جزءا من المئة، إذا وضعناها في جدول العد، 143 جزءا من المئة، إذا 143 جزءا من المئة، إذا هو 1.43، إذا هذه 1.43. ثم هنا لدي 1 زائد 3 أعشار، 3 في الأعشار، و4 على 100، يعني 4 أجزاء من المئة. ثم هنا 14 زائد 3 أعشار، بمعنى 0.3، لأن 3 نكتبها في الأعشار. الآن ترتيب تزايدي بنفس الطريقة، نضعه بشكل عمودي. إذا نبدأ ب لدي 3، ثم 2.5، ثم 3.4، 1.275، 1.2، 1.43، 1.34، و14.3. يمكنني الآن إضافة الأصفار، إذا هنا هنا أيضا ثم هنا أيضا ثم هنا وأيضا هنا. جيد. إذا الآن ترتيب تزايدي، إذا لدي هنا 14، إذا هذا هو الأكبر، سأتركه إلى الأخير. هنا الأصغر لدي، لأن تزايدي، إذا الأصغر هو 1 1 1 1، نمر إلى الأعشار، 2 2 4 3، إذا 2 2 هما الأصغر، نمر إلى جزء من المئة، 7 0، إذا هذا هو الأصغر، إذا 1.2 هو الأصغر، إذا 1.2، ثم 1.275، ثم قلنا هنا 1 1 3 هي الأصغر، إذا 1.34، ثم 1.43. الآن 3 2 3، إذا 2 هو الأصغر، 2.5، 2.5، ثم 3 3، إذا هنا 0 4، إذا هذا هو الأصغر، 3،
ثم 3.4 وأخيرا 14.3. جيد، نمر الآن إلى التمرين رقم 14. أحسب الخارج العشري المضبوط لما يلي. إذا التمرين 14 إذا 110 قسمة 44، 110 قسمة 44، ثم 24 قسمة 15. إذا نبدأ بهذه العملية، لدي رقمان، إذا رقمان غير كافيان، آخذ 3. إذا 110 كم فيها من 44؟ إذا أقوم بجدول الضرب ديال 44. إذا بماذا أبدأ؟ العملية المساعدة هي آخذ الرقمين الأولين 11 قسمة 4 هي 3. إذا أول شيء نجرب، أو عفوا 3 ضرب 4 راه 12، أنا عندي غير 11. إذا 2 3 راه كبيرة. إذا 8 8، إذا 2 2 ضرب 4 8 8، ثم عملية الطرح 10 ناقص 8 2، 11 ناقص 9 2، 1 ناقص 1 صفر. إذا هنا لاحظوا، أحسب الخارج العشري المضبوط، إذا المضبوط بمعنى يجب متابعة القسمة. لاحظوا 22 أصغر من 44، يعني الجواب صحيح. أضيف صفر وأضع الفاصلة. 220 كم فيها من 44؟ أجرب ماذا؟ 22 قسمة 4 فيها 5، 5 ضرب 4 20، إذا أجرب 5، 5 ضرب 4 20، 5 ضرب 4 20 زائد احتفاظ 22، يعني ممتازة. 5 220، إذا هذا هو الخارج العشري المضبوط. ثم العملية الموالية، إذا 24 كم فيها من 15؟ 2 كم فيها من 1؟ راه باينة 1، 1 ضرب 5 5، 1 ضرب 1 1، 14 ناقص 5 9، 2 ناقص 2 0، إذا 9 أصغر من 15، ممتاز. أضيف 0 وأضع الفاصلة وأتابع. 90 كم فيها من 15؟ جدول الضرب ديال 15. إذا 9 كم فيها من 1؟ فيها 9، إذا أجرب 9، 9 ضرب 5 45، 9 ضرب 1 9 زائد 4 13، إذا كبيرة، إذا أعود إلى 6 مثلا. إذا 6 ضرب 5 30، 6 ضرب 1 6 زائد احتفاظ 9، إذا ممتاز. 3 أو عفوا 6، والجداء هو 90. إذا هذا هو الخارج العشري المضبوط. ثم الآن نمر إلى التمرين رقم 15. أكمل دون وضع العمليات ملء الجدول التالي. إذا هنا 320 هي أ وب هي 10، إذا أ زائد ب، بمعنى أ زائد ب 320 زائد 10 تعطينا 330، أ ناقص ب يعني 320 ناقص 10، إذا 310 ضرب 320 ضرب 10، نعلم أن القاعدة تقول إذا ضربت في 10 أضيف الصفر فقط، إذا 3200. ثم القسمة، قاعدة تقول إذا قمت بالقسمة على 10 أحذف الصفر، إذا 32. ثم الآن 155 5، إذا الجمع تعطيني 155، الطرح تعطيني 145، الضرب 5 ضرب 0 0، 5 ضرب 5 25 احتفظ ب 2، 5 ضرب 1 5 زائد 2 7. القسمة 15 مقسومة على 5 3، وأضيف الصفر. ثم التمرين رقم 16 والأخير في هذه الصفحة، أكمل ملء الجدول التالي. إذا لدي المقسوم هو 452، المقسوم عليه هو 8، إذا أقوم بالعملية 452 قسمة 8. إذا هذا التمرين رقم 16. إذا 452 قسمة 8، 452 قسمة 8. إذا 45 كم فيها من 8؟ من طبيعة الحال فيها 5، 5 ضرب 8 40، والباقي 5، 5 ناقص 0 5، و 4 ناقص 4 0، 5 أصغر من 8، ممتاز. أنزل 2، 52 كم فيها من 8؟ فيها 6، لأن 7 ضرب 8 56، إذا 48، 12 ناقص 8 4، و 5 ناقص 5 0.
إذا الخارج هو 56 والباقي هو 4، 56 والباقي هو 4. هنا لدي المقسوم هو الغائب، إذا لإيجاد المقسوم نضرب المقسوم عليه في الخارج ونضيف الباقي. إذا 121 ضرب 2 121 ضرب 2 خارج ضرب المقسوم عليه، إذا 2 ضرب 1 2، 2 ضرب 2 4، 2 ضرب 1 2، ثم نضيف الباقي اللي هو 2، إذا 4 4 200، إذا 200 و 44. ثم الآن 964 قسمة 12. جيد، إذا لدي رقمان، آخذ رقمان 96 كم فمن 12. إذا جدول الضرب ديال 12، إذا أجرب مثلا 8، لأن 9 كم فمن 1 فيها 9، ولكن 9 مع ضرب 2 18 زي الاحتفاظ تولي أكثر من 9 تولي 10، إذا أجرب 8. إذا 8 ضرب 2 16، 8 ضرب 1 8 زي الاحتفاظ 6، إذا 8 وهنا 6 90، إذا الباقي هو 0. أنزل 4، 4 كم فمن 12 فيها 0، 0 ضرب 12 0 والباقي 4. إذا هنا الخارج هو 80 والباقي هو 4. إذا إلى هنا انتهت تمارين صفحة 5. شكرا على انتباهكم، دمتم بخير، وإلى الصفحة 6 إن شاء الله.